يعني من القصص اللي في مداخل الشيطان. يقال إن رجل يعني يعبد الله في صومعته، الله أكبر، وليس عنده يعني مرأة. في ثلاث أخوان وأختهم الرابعة، فاكتتبوا أو يعني وقع عليهم السهم أنهم يخرجون كلهم الثلاثة يقاتلون حسب أمر الوالي، أنه وقع عليهم السهم الثلاثة. قالوا طيب وين ودي أختنا، وين ودي أختنا، وين ودي أختنا؟ أخيرا قالوا مالنا إلا الرجل هذا العابد اللي في صومعته. جو الرجل هذا في صومعته، قالوا يا فلان، احنا وقع السهم علينا الثلاثة ان نغزي، والان اختنا معنا، وش نسوي بها؟ ما الا الله ثم انت. قال لا، في البداية يعني رفض. قال ما فيه، لابد من وجودها، ولكن اخترناك، احنا نبنيينها صومعة في جنبك، وانت بس يعني خلك تلاحظ عليها، ولا هي ترعى غنمها. قال طيب يعني على وافق على مضض. ف صار كل ما اخذ يناديها ويقدم لها الطعام امام الصومعه، صومعتها، ويرجع. شوف مداخل الشيطان يا ابوه. المهم اخذ فتره، قال الان، يقولها الشيطان، الان البنت لوحدها ولا لها نيس ولا، واخوانها يعني جعلوها عندك، الله والنساء، ليش انت ما تجي وتجلس على باب الصومعه وهي في الداخل؟ وعلشان يكون الكلام قريب، ياخذ مراحل، بيقرب شوي شوي، بيقرب شوي شوي، ما هو قال نرتكب المعصيه على طول. الله الله، إيه هذا، ياخذها تدريجيه، إيه هذا هو، الامور لان الرجل ايمانه قوي، اي فلابد انه يحتال عليه. المهم شوي شوي تجر الايام، تجر الايام. قال لا، ما يصلح انك تجلس امام الصومعه، اي ادخل داخل الصومعه شوي، ادخل داخل الصومعه، خلها تشوفك يوم انك تكلم وانت تشوف. المهم داخل الصومعه، منا بالله. شوي بعد ايام قال ايش رايك تيجي في جنبها، يعني قريب منها، تونسها. ايه اعوذ بالله. المهم الرجل جاء في جنبها شويه، قال ليش ما تخبط على فخذها، يعني علشان تونسها من باب الزيادة. الله الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فعل الشيء هذا أخيرا، نسأل الله العفو والعافية، وقع فيها وحملت، لا إله إلا الله، أيوة، ولدت، يعني أنجبت. فقام قال الآن إخوانها بيجون وينكشف وضعي، فقام وقتلها، قتل البنت هذه. قال طيب المولود، المولود بيقولون انت الان تبي تعتذر وتقول البنت اصابها مرض ومن هالكلام ذا، فيقبلوا عذرك، ولكن المولود هذا وش طريقته؟ ما كله تقتله وتدخله معها في القبر، تدفنهم كلهم سوا، وكأن شيء لم يجري، علشان يكون شاهدا على فيما بعد. الشاهد من هذا، جو اخوانه البنت، وين اختنا؟ والله اصيبت بمرض وتوفاها الله. فجاء ابليس في الرؤيا، اخوها الصغير، قال ترى اختكم فعل بها العابد كذا وكذا وكذا، وهي مدفونة في المكان الفلاني ومعها مولود. الليلة الثانية جاء أخوها الأوسط، الليلة الثالثة جاء أخوها الكبير، فقالوا تواترت الروح. نعم، قالوا حنا يعني رأينا كذا، كل الأخوان الثلاثة كل يقص للثاني ما حصل له في الرؤيا. قال روح نسأله. المهم راحوا واجبروه أن يعلمهم بالحقيقة، واعترف ان يعني زنى بها وانجبت من الطفل وهي مدفونه، وفعلا احفروه ولقوه. ايوه، قاموا وصلبوا هذا العابد. جاء الشيطان قال انت الان مصلوب، اي وبيقتلونك. قال طيب انقذني،
قال انا انقذك بشيء واحد اذا فعلته انقذك منهم. قال ما هو؟ قال انك تسجد لي. قال كيف اسجد لك؟ تركع لي. ايه اسجد لك كيف؟ انا احنا راسي وانا مصلوب. قال ابد اوم براسك وفي هالحال هذه خلاص كانك سجدت. خلاص كانك سجدت. فسبحان العظيم يوم نزل راسه ودرى انه اشرك ودخل في الشرك قال الان انا بريء منك. الان انا بريء بعد ما كنت يعني عابد وفي صومعتك الان دخلت الاشراك في الله سبحانه وتعالى. فانا اترك لهم وقاموا وقتلوا حقق كل اهداف. نعم.